السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي من خلال برنامجنا، نساعدكم على تعزيز لياقتكم البدنية وتحسين صحتكم العامة وأيضا تحسين عاداتكم الغذائية. ومن خلال فقراتنا، الفقرة الأولى نقدم لكم نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع اللي هو آلام العضلات والتمزقات اللي تحصل للأشخاص، وخصوصا هذه الآلام. بعض الأشخاص يقول لك هذه الآلام راح تساعد بشكل كبير على بناء الجسم، بعض الأشخاص يقول لك هذه الآلام لازم تريح جسمك بسبب ممكن حصلت لك أمور أو إصابات في العضلات. طبعا هذا الأمر خاطئ، في ألم عن ألم يختلف. أول شيء إذا أنت شخص غير رياضي ومارست الرياضة، طبيعي المكان اللي أنت لعبت عليه التمرين راح يتسبب لك فيه الآلام في اليوم الثاني. ليش هذه آلام العضلات؟ لأن حصلت تمزقات في هذا المكان، وهذه التمزقات قاعد تعمل عملية ريكفري، وهذا أمر غير خاطئ. يعني مو تمزقات نعني فيها الإصابة، لا، التمزقات اللي هي التمزقات بعض الألياف اللي هي أثناء التمرين، اللي دائما لما تعيد بناء نفسها تعيد بناء نفسها في ألياف أكثر، وهذا اللي احنا نسويه في التمرين. فبالتالي هذه التمزقات تمزقات طبيعية، والآلام آلام طبيعية، وخصوصا تلاحظ الشخص نفسه، حتى الشخص الرياضي اللي صار له مثلا يتمرن لمدة سنة إلى سنتين إلى ثلاثة، ريح مثلا أو صارت له ظروف ريح تمرين أو ما قام يتمرن لمدة ثلاث أشهر، من بعدها رد التمرين، الآلام اللي كانت حصلت له أثناء ابتداء حق التمارين أو أثناء ممارسة تمارين الحديد أو تمارين الأثقال راح يصاب فيها مرة ثانية بسبب أن فترة طويلة من هذه التمارين هو وقفها، فبالتالي الآلام هذه أو التمزقات ما حصلت من فترة طويلة فراح تحصل الحين فراح يشعر فيها. ولكن نقطة مهمة، تلاحظ أثناء التمرين أو قبل الدخول إلى التمرين في آلام مثلا من منطقة الأرجل على سبيل المثال، أنزل دخلت التمرين وجسمي صار حار، ما راح أشعر في هذه الآلام. ليش؟ لأن خلاص هذه آلام مؤقتة. أما إذا جسمك ارتفعت حرارته فهني ما راح تشعر في هذا الألم، بالعكس راح تتمرن بشكل طبيعي وبشكل عادي. أما بالنسبة حق هذه الآلام متى تروح؟ الآلام هذه تروح من بعد تقريبا أسبوع من التمرين، أو لما تمرن جسمك بشكل كامل لمدة أسبوع، من بعدها راح تخف بنسبة تقريبا 80 إلى 70%، فما راح تشعر في هذه الآلام أو التمزقات بشكل كبير، لأن خلاص أنت أوريدي كل يوم قاعد تعمل عملية التمزقات وهذه التمارين، فالاستمرارية ما راح تشعر فيها فهذا أمر طبيعي. أما بالنسبة حق الأشخاص اللي يقول لك خلاص أنا ما أقدر أروح النادي، صارت لي تمزقات، صارت لي إصابات، هذا أمر خاطئ. الإصابة اللي هي تشعر فيها حتى أثناء التمرين، الإصابة اللي أنت تشعر فيها بكل وقت يعني على مدى اليوم هذه الإصابة، ولكن هذه الآلام آلام طبيعية. بالعكس أنت هني كل ما زادت هذه الآلام كل ما زادت التمزقات عندك، كل ما أنت قاعد تلعب صح. مرات مثلاً إذا تمرنت على جهاز جديد راح تحس بهذا الألم لأنه استهدف زاوية معينة من جسمك ما كنت تستهدفها، فهذا الجهاز استمر عليه على أساس يكبر لك ويستهدف لك هذا المكان بالشكل الصحيح. أو مثلاً تمرنت مع مدرب تمارين جديدة، فثاني يوم حسيت أنك أول مرة كأنك أول مرة قاعد تتمرن لأن تمارين قوية وقاعد يستهدف الزوايا الصح وأكثر قاعد يركزك على العضلة بالشكل الصحيح. فهذه الأمور طبيعية، لا أحد يفكر أنها إصابات، بالعكس استمر وأمورك إن شاء الله راح تكون في السليم. نلقاكم من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع سير المقاومه او هذا السير موجود معنا في هذه الحلقه. راح نستهدف في عضله الخواصر وكذلك بعض اماكن من الجسم، وميزه السير يستهدف لك جميع مناطق الجسم ويخدمك في تمارين كثيره. طبعا سماكه السير وقوه السير راح تختلف معاك من سير الى اخر بسبب لاحظ سماكه السير هذه سماكته قليله، فبالتالي قوه المقاومه ما بيني وما بين السير وشدتها ما راح تكون عاليه. تقدر اذا تمكنت من التمرين او انك حاب انك تزيد في الوزن وعمليه تزيد عمليه الشد اكثر تاخذ سير اكثر سماكه. اول شيء طبعا طريقه التمرين الاولى، راح اثبت السير بهذه الطريقه، اثبت رجلي بهذا الشكل، ومن بعدها اقصر من سير المقاومه بهذا الشكل، افرد الذراع الى الامام، احرك بهذه الطريقه. هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على استهداف عضلات المعدة. لاحظ أثناء الالتفاف بهذا الشكل هذه المنطقة اللي راح تستهدف عندي، لاحظ بهذا الشكل. طبعا تقدر تثبت السير بهذه الطريقة أو تقدر إذا عندك مكان تثبت السير فيه وتلعب بهذا الشكل تقدر. وأهم شيء طبعا الرجلين راح يكونون ثابتين، ما يتحرك فقط الناحية العليا من جسمي اللي قاعد تتحرك. الحين طبعا راح اخذ الجهه الثانيه، اثبته تحت رجلي بهذه الطريقه، اثبت السير بهذا الشكل واحرك الجسم بهذا الشكل. هذا ايضا تمرين راح يساعدك في تمارينك المنزليه. استهدفت في هذا التمرينين عضلات الخواصر. الحين ايضا راح استهدف عضلات الخواصر. لاحظ راح اثبت سير المقاومه بهذا الشكل واحرك الجسم بهذا الشكل. طبعا لاحظ من هذه الزاويه طريقه جسمي ما قاعد العب الى الامام بهذا الشكل او الى الخلف بهذا الشكل، لا على مستوى جسمي الطبيعي فقط أحرك بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبعا فائدة السير في هذا التمرين أثناء الصعود إلى الأعلى قاعد أسحب بهذا الشكل فتساعدني على الشد في منطقة الخواصر وبهذا الشكل. لاحظ عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. هذا بالنسبة حق تمارين حق عضلات المعدة. الحين طبعا راح استهدف اللي هو العضلات الخلفية للأكتاف. لاحظ راح أفرد ذراعي بهذا الشكل وأحرك بهذه الطريقة. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبعا هذا التمرين راح يساعدني على استهداف هذه المنطقة من الأكتاف اللي هي عضلات الأكتاف الخلفية. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. طبعا بهذه التمارين أتمنى أنكم استفدتم منها إن شاء الله، ونلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.